الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا بدأنا فصل في أحكام اللقطة، وقرأنا فيه جزء كبير، ولكن بسبب طول الفصل والأجازة هنقرأ ما في الهامش فقط دون تعليق، ثم نبدأ الشرح مما وقفنا عليه. نقول في الهامش، الهامش أي متن الغاية والتقريب مع شرح ابن قاسم الغزي فقط دون حاشية البيجوري. يقول: فصل في أحكام اللقطة، وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما. وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، ولكن أخذها أولى من تركها إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها، فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها، ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ، وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها، وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. وإذا أخذها أي اللقطة، وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء. يجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء. وعاءها من جلد أو خرقة مثلا، وعفاصها وهو بمعنى الوعاء، ووكاءها بالمد وهو الخيط الذي تربت به، وجنسها من ذهب أو فضة، وعددها ووزنها. ويعرف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة، وأن يحفظها حتما في حرز مثلها. ثم بعدما ذكر، إذا أراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الراء من التعريف سنة على أبواب المساجد. طبعا ده نوع من أنواع اللقطة اللي تتحمل لأنها تقعد سنة، لأن هنتكلم على أنواع اللقطة. في أنواع لقطة ما تتحملش، وجد طعام هيسيبه سنة يحمض، مش كده برضو؟ فيبقى اللقطة اللي هي هيعرفها سنة دي
لازم تكون نوع يتحمل البقاء والدوام ولا يحتاج نفقة على بقائه، كحيوان مثلا هيأكله كل يوم ويشربه كل يوم وينيمه فين، فده مشكلة. يبقى مش من النوع ده. يبقى هنا بيعرف نوع معين من اللقطة، هيجيب لك بعد كده باقي الأنواع بقى يتصرف فيها ازاي. لكن هنا يعرفها سنة إذا كانت تتحمل بقائها سنة ولا تحتاج لمؤنة ولا نفقة في حفظها. واضح؟ زي واحد لقى ذهب، أما يقعد عنده الذهب 20 سنة مش هيجرى له حاجة، مش هيصرف عليه. إنما لو لقى خروف يسيبه سنة عنده، طب وهيأكله ويشربه وهيكلفه، فله أن يذبحه بقى لكن يضمنه لصاحبه، وله أن يبيعه ويشيل ثمنه، وله أن يتملكه ويضمنه برضه لصاحبه. واضح؟ لكن السنة دي لازم لقطة من نوع معين، وهي التي لا تفسد بمرور الزمن ولا تحتاج لمؤنة لحفظها. وتملكها، وإذا أراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الرأي من التعريف سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا. وابتداء السنة من وقت التعريف مش من وقت الالتقاط، من وقت ما يعرف. لكن وقت الالتقاط يجب عليه انه يعرف اوصافها، يعرف اوصافها لنفسه عشان لما يجي له ملكها يقول له الاوصاف دي اديها له، ده وقت الالتقاط. لكن التعريف يجب عند إرادة التملك، وتبدأ السنة من بداية التعريف. واضح؟ وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، يعني مش شرط طول السنة يعرف كل يوم، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار، لا ليلا ولا وقت القيلولة، يعني يختار الأوقات اللي غالبا الناس فيها صحية، ما يجيش وقت النوم ويعرفها يقول لك أنا عرفتها، طب الناس نايمة. ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين، ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها مش كل أوصاف، فإن بالغ فيها ضمن. لو بلغ في التعريف بدرجة أنه وصفها خالص، ما هيجي الواحد خاين يدعي انها بتاعته ويديها له، ففي الحالة دي لما يظهر ملك هيضمن لانه هو اللي قصر. ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال او يقترضها على المالك. وان اخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها، ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة، بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. احنا وقفنا لحدين في الشروح مش كده برضو؟ هنبدأ النهاردة. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، بشرط الضمان لها، ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة، بل لا بد من لفظ يدل على التملك، كتملكت هذه اللقطة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفق على رد عينها أو بدلها، على رد عينها نفسها يعني أو بدلها، فالأمر فيه واضح. وإن تنازع فطلبها المالك وأراد الملتقط العضول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. يبقى في وجه يقول لك الأصح أن يجاب المالك، ومقابل الأصح إيه؟ لا يجاب المالك ويديله بدلها. وإن تلفت
اللقط بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية، يعني لها مثل، أو قيمتها إن كانت متقومة، يعني لها قيمة يوم التملك لها، وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح، فله يعني للمالك أخذها مع الأرش اللي هو العوض، عوض النقص في الأصح. نخلص شرح الحتة دي وبعدين نخش في الموضوع التاني اللي هو أنواع اللقطة بقى. يقول الإمام البيجوري تعليقا على ما سبق قوله: فإن لم يجد الملتقط صاحبها، يعني صاحب اللقطة، بعد تعريفها كان له أن يتملكها، أي كان للملتقط أن يتملكها، يعني هو مخير أن يتملكها أو تظل في أمانته، أي أو يختص بها. ليه بقى قال لك يختص بها؟ لأنه ممكن يبقى الشيء ده لا يجوز بيعه، فيبقى فيه اختصاص، كأن يجد مثلا كلب والكلب لا ثمن له، يبقى له أن يختص به، لأن الكلب لا يملك، لأن ما يملك يصح بيعه، علشان كده بيقول أو يختص بها لدخول ما لا يصح بيعه. فكلام الفقهاء دقيق، يعني كلمة يتملكها يدل على أنها لابد أن تكون متمولة، يصح بيعها وشرائها وتملكها، لكن في بعض الأشياء لا يصح بيعها ولا شرائها ولا تملكها، مش كده برضو؟ فقال علشان كده قال أو يختص بها لدخول ما خرج من كلمة تملكها، أي أو يختص بها. وإذا تملكها الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها مالك فلا شيء عليه في إنفاقها ولا مطالبة عليه في الدار الآخرة، لأنها من اكتسابه، لأنه هو اللي وجدها، هو اللي شالها، هو احتفظ بها، هو عرفها وبذل مجهود، فلم يأتي صاحبها ونوى تملكها فتملكها ومات على ذلك ولم يأتي صاحبها، تبقى خلاص من ضمن إيه أملاكه ولا يسأل عنها في الآخرة، لأنها من جزء من اكتسابه. هذا إن عزم على ردها إن بان مالكها، لابد يبقى في قلبه عزم على إنه لو ظهر مالكها يردها له، فلو ما ظهرش مالكها طول حياته ومات لا يسأل عنه، لكن لو اكتسبها وأخذها وتملكها وعزم على أن لو مالكها جه ينكرها ولا يعطيها يا يأس. واضح؟ هذا إن عزم على ردها إن بان مالكها، وإلا طولب بها في الآخرة، أي إن لم يعزم على ردها لمالكها إن ظهر يبقى يطالب بها في الآخرة. قوله: كان له أن يتملكها بشرط الضمان لها، لأن فرع التملك أنه ممكن يبيعها، ممكن يأكلها يستهلكها، مش كده برضو؟ وممكن يطلق سراحها يتصدق بيها يعمل أي حاجة، لو كانت عبد يعتق، فلو فعل ذلك وظهر ملكها بعد كده يبقى يديله يضمنها، يديله قيمتها أو مثلها. واضح؟ بشرط الضمان لها، ليس من الصيغة كما يعلم من كلام الشارح بعده، بل هو بيان للواقع. قول: ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة، أي أو المدة التي يظن أن المالك يعرض بعدها في الحقير، فلو قال بمجرد مضي مدة التعريف لكان أعم. ليه؟ علشان مش كل اللقطات هتعرفها سنة، فلو قال إيه بعد مضي مدة التعريف التي تتفاوت بتفاوت نوع الإيه اللقطة، لأن في لقطة تتحمل تقعد سنة، في لقطة لا تتحمل تقعد إلا أسبوع أو أيام بسيطة، فكان إيه يعني الأفضل كان يقول بمجرد مضي مدة التعريف لكان أعم. وقوله: بل لا بد من لفظ يدل على التملك، أي كما يقتضي قول المصنف كان له أن يتملكها، فهو مفاد كلام المصنف، فكان المقام للتفريع، وإنما احتيج إلى لفظ أو نحو لأنه تملك بمال
ببدل، فافتقر إلى ذلك، إلى الصيغة يعني، كالتملك بشراء ونحو. وبحث ابن الرفع في لقطة لا تملك، كخمر وكلب، أنه لابد فيها من لفظ يدل على نقل الاختصاص وليس التمليك. واضح؟ عشان كده قال أو يختص بها فوق عشان يدخل الأنواع دي. لأن افرض وجد زق خمر في بلد مسلم وفيها بعض الايه أهل الكتاب الذين يستعملون الخمر، فزق الخمر لا يتملك عند المسلم، لكن ممكن يختص به حتى يظهر مالكه. واضح؟ علشان كده بيقول ان ايه، ان الافضل كان ايه يقول لفظ في مثل هذه الاشياء التي لا تتملك، لفظ يدل على الاختصاص. يجوز يعني اللقطة في الحاجات اللي هي غير مأكولة، او زي مثلا خنزير او الخمر، أو اذا كان ده مال متمول عند غيرنا وغيرنا دول عايشين معانا وضيع منه، تاخدها لما يجي ملكة تديها. فهو ماء محترم، هو مال محترم عند غيرنا. يعني لو كان الخنزير يملكه مسيحي في بلاد وعايش في بلاد المسلمين وقتله له مسلم يدفع له ثمن. لو كان الخنزير ده عند مسلم وجاء مسلم اخر قتله لا يدفع له ثمن، لانه ليس بمال عند المسلمين. واضح؟ عشان بس النصارى تطمئن ان المسلمين مش حاجه حقوق، دي احكام فعلا اسلاميه، عشان يفتكروا اننا هنتعدى عليهم. المسلم ما يحبش يظلم، المسلم المحترم، انما المسلم اللي مش فاهم دينه بقى يعمل اي حاجه ويشوه دينه قدام غير المسلمين. قوله فان تملكها وظهر مالكها الى اخره، ولا تدفع لمدعيها بلا وصف ولا بينه. ما يجيش واحد يدعي انها بتاعته ما يوصفهاش ولا يجيب بينا انها بتاعته وتديها له، كده انت قصرت. لان ممكن يجي مالكها الحقيقي فيلاقيك انت تصرفت فيها خطا تصرعا. ولا تدفع لمدعيها بلا وصف ولا بينه الا ان يعلم اللاقط انها له فيلزمه دفعها له، فيلزمه دفعها له. وان وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملا بظنه، بل يسن. مش جاز يعني من باب ان هو يستوي الطرفين، لا، بيقولك بل يسن، ده يستحب لو ظن، مش تيقن. لو تيقن يديها له على طول، لكن لو ظن، الظن هنا بمعنى ايه؟ غلبة الظن يعني، فيسن ان هو يديها له. فان دفعها له بالوصف فثبتت لآخر بحجة حولت له عملا بالحجة، فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما. يعني أنا لقيت لقطة، جاء واحد وصفها لي وصف غير كامل لكن وصف قريب منها، فظنيت إنها بتاعته فأعطتها لي بناء على هذا. بعد يومين جاء صاحبها الحقيقي قالها بقى الاوصاف كامله، فقلت له ده انا اديتها لفلان، فنروح نجيبها من عند فلان، تكون تلفت في يد فلان، خدها مني. اما تلفت عنده احترقت او هلكت او باعها وتصرف فيها. كويس؟ في الحاله دي للمالك الاصلي بقى ده يضمن الطرفين، الملتقط واللي أعطاها له عند ظنه أنها ملكه. واضح؟ فللمالك تضمين كل منهما، اللي هو الملتقط والذي ظن أنه هو مالكها واتضح أنه ليس بمالك، أدي كل منهما. والقرار، القرار يعني قرار الضمان، يستقر على مين؟ على المدفوع له لحصول التلف عنده. واضح؟ قول وهي باقية، فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية أي بحالها، لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها، وهي
بحالها لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها كالعتق والوقف والرهن. يعني افرض ان انا اللقطة دي لقيتها وعرفتها سنة ولم يأتي مالكها، فكانت اللقطة دي عبد فأعتقته، أو كانت مال فرهنته، أو كانت عقار فأوقفته، ففي الحالة دي أنا ما بقاش لي سيطرة عليها، وظهر مالك، ظهر في الحالة دي بقى مالكها، أعمل إيه؟ أعمل إيه وهي خرجت عن إيدي؟ هيقول لك هنا بقى في الصورة دي. وقول واتفق على رد عينها أو بدلها، فالأمر فيه واضح أي ظاهر جلي، لأنه يرد حينئذ ما اتفق عليه من بدلها وهو المثل في المثل، يبقى هيرد له بدلها. إذا كان لها مثل يجيب له مثله. والقيمة في المتقوم، يعني أنا كانت اللقطة دي مثلا كتاب طبعة معينة وانا اتصرفت فيه، يبقى اجيب له زيه نفس الطبعة، كويس؟ او كانت الكتب قبل المطابع بتبقى بخط معين، فمش هعرف اجيب له بنفس خط الخطاط الاولاني لان ده مش في ايدي، يبقى اجيب ادي له قيمته لان ما اعرفش اجيب له مثله، لان الخطاط اللي كتب النسخة دي مات، فلو هجيب له نسخة مخطوطة هجيب له خط تاني يمكن مش حلو ويمكن مش دقيق ويمكن تبقى ممتلئة أخطاء، فهمت؟ بخلاف بقى المطابع دلوقتي، يبقى إيه؟ المثل في المثل والقيمة في المتقوم اللي هو الهاند ميد، حاجة هاند ميد دي ملهاش مثل. الحاجة اللي هي بصناعة اليد دي غير الحاجة اللي بصناعة الميكنة، الحاجة اللي بصناعة الميكنة كله زي بعضه مثلي، انما الحاجه الهاند ميد دي بتبقى ليها قيمه معينه ما حدش يعرفها، حتى صاحب نفس الايد لو عمل واحده تانية بتطلعش بالظبط زي اختها، واضح؟ فيبقى الهاند ميد ده كل ده اسمه متقوم لانه ملوش مثل، انما اللي مصنوع في الميكنه والمطبعه ده مثلي. زي الوقت في صناعه السيارات يعمل لك سياره 1000 سياره شكل واحد موديل واحد لون واحد، هو ده مثلي، دي باظت تديله غيرها مش كده برضه؟ لانها صناعه ميكنه. وهو المثل في المثل والقيمه في المتقوم، او عينها اذا كانت موجوده هي ذاتها ولم يتعلق بها مانع من التصرف كرهن او عتق او وقف، اديها له هي نفسها بزيادتها. افرض زادت بزيادتها المتصلة، يعني بقت سمينة، لما حصلت عليها كان وزنها كانت مثلا خروف وزنه 30 كيلو، لما جه مالكها بقى وزنه 40 كيلو، يبقى دي زيادة متصلة. أو عينها بزيادتها المتصلة، وكذا المنفصل، كان طلعت نعجة وولدت، على ما جه صاحبها بقوا اتنين، فهمت؟ ادي المنفصل. وكذا المنفصلة ان حدثت المنفصلة قبل التملك تبعا للقطة، يعني افرض حدثت المنفصلة دي قبل ما ينوي تملكها يبقى هيديها الملك، لو حدثت ولدت وهي في ملكه يبقى هو اللي انفق عليها، يبقى ياخد المولود ويدي له الاصل، واضح؟ قول وإن تنازع اتخانقوا، المالك يقول له لا أنا عايزها نفسها، والتاني يقول له لا حدك قيمتها، فاتخانقوا مع بعض، تنازع هنا، كويس؟ أي في أداء عينها أو بدلها، قال له أديك بدلها أو أديك قيمتها، والتاني يقول له لا أنا عايزها نفسها، يقول له أجيب لك نفسها منين؟ ما مش موجودة عندي. كما فسروا بقول فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها، وهذا مقابل لقول واتفق، وقول أجيب المالك في الأصح وهو المعتمد إن كانت موجودة بعينه،
القاضي بقى يلزمه طالما موجوده بعينها وهو مصمم ياخد عينها يبقى خلاص اديها له، ما تنفعش تدي له بدلها وهو مش موافق. واضح؟ وان تلفت اللقطه اي حسا او شرعا، حسا تلفت اللقطه احترقت ماتت اكلت هلكت، ادي حسا، وشرعا تعلق بها حق، صارت رهنا صارت وقفا اعتقها اكلها. واضح؟ او شرعا بان تعلق بها حق لازم يمنع بيعها كوقف وعتق ورهن، وهذا مقابل لقول وهي بقية، وقول يوم التملك اي لها اي لانه وقت دخولها في ضمانه، هيديله في الحالة دي لو تلفت اللقطة قيمتها، لانها تلفت يديله قيمتها امتى؟ وقت تملكها مش وقت ما يطالبوا بيها. واضح؟ يعني هو تملكها وانا تملكتها وبعد سنة من تملكها جاء عايزها وهي كانت تلفت وقيمتها الوقتي 1000 جنيه وساعة ما تملكتها انا من سنة كانت رخيصة ب500، ابدي له 500 جنيه. واضح؟ ادي معناه وقت تملك، يضمنها وقت تملك. مش هو المعتبر ان هو اللقطة يعني قعدت سنة فجزت سنة عندي اعرفها، فبعد السنة انا اتملكها عادي لان انا تملكها. تتملكها مش عادي، تتملكها مع العزم ان لو جاء مالكها تديها له، مش تتملكها عادي وخلاص بحيث لو مالكها جاء بقت ملكك تقول له مالكش حاجة عندي. لا، حتى بعد العمر كله جالك قبل وفاتك حتى بعد 30 سنة قال لك من 30 سنة ضاع مني جمل وانت افتكرت ان الجمل ده كنت خدته فعلا صار ملكا له، تقول له ده انا لقيته على فكرة وذبحناه وكلناه زمان، كان قيمته قد ايه بقى ساعتها؟ من 30 سنة تديها له. واخد بالك؟ مش قيمته النهاردة، كان من 30 سنة ب5000 جنيه الوقت تمنه 30,000 جنيه اديله 5000 قيمته ساعتها. فهمت بقى المسألة؟ مش ها؟ هو كان زمان الذهب هو العملة، انما الوقت بقت ايه؟ بقت العملة هي الاوراق المالية، في التعامل بالاوراق المالية الوقت. ها؟ انت الوقت بتتعامل بالذهب، اما بتروح تشتري جبنة من عند البقال بتديله ذهب ولا بتديله عملة اوراقية؟ خلاص بقى اصبحت العملة هي المتقومة الوقت، بتقومها بالعملة. واضح؟ كان زمان العملة نفسها هي ذهب اللي هو الدينار. والدين نفس الكلام؟ دين نفس الكلام. ولو اشتغلت الفلوس يعني هو لو باع الحاجة دي هيجي لك كل الصور دي هتيجي بقى. ما هو قال لك لو زادت في ايه زيادة منفصلة أو متصلة. خلاص هتديها له بزيادتها المتصلة والمنفصلة. يعني هو تاجر فيها. بعد خصم تعبك. لكن هتدي له ربحها. مو التلاتة اللي قفل عليهم الغار، ما انتوا عارف القصة دي، اللي هو كان عنده اجير فرفض ياخد المال فسمره له، فلما جاي طالبه بيه بعد سنة قال له خد كل مش كده برضه، فيبقى اداله بما زاد وتبرع بجهده. لكن ممكن انت ما تتبرعش بجهدك، تقول له والله ده انا تعبت وجبت عمال وعملت وشلت ونقلت كل دي تكاليف، هخصم التكاليف وخد ما زاد. تنفع؟ واضح؟ تحتفظ بيها لانها مال عند غيرك، ما انت بتشيلها لان دي قد تكون ضيعه من كتابي. واضح؟ مش من مسلم، مش بتشيلها على سبيل التملك، على سبيل انها مختصه بيك لا في امانك لحد ما يظهر مالكها، ما ظهرش مالكها ترقها. طب أرقتها وظهر مالكها بعد ما أرقتها تدي له قيمتها لأنك ضامن. طب وليه الهم ده كله؟ ما أنت اللي التقطتها، كنت من الأول كنت ممكن تسيبها في حالها وأنت إنك ماشي، أنت اللي جبته لنفسك. مش كده؟ إحنا في الأول قلنا له أخذها وله تركها، فإن أخذها ضمنها. واضح الحكاية؟ ما يقسمش لو سابها يعني ما يبقى. لا يأسم. على اللقطة. على اللقطة.
فلو أخذوها مع الأرش في الأصح هو المعتمد فيضمن ده. هنا بيقول إيه؟ وإن نقصت بعيب، افرض اللقطة دي نقصت بعيب، يعني طرأ عليها عيب وهي في يد الملتقط، فلا جمل لما جملك ياخدها لقاها نقصت، في الحالة دي يديها له ويدي له تعويض نقصها، نقصت 20% يديها له زائد 20% من قيمتها، نقصت 10% يديها له زائد 10% من قيمتها، وهكذا. وهو المعتمد في الأصح، وهو المعتمد، فيضمن الملتقط الأرش بالعيب كما يضمنها كلها بالتلف، وللمالك العدول إلى بدلها سليمة. وللمالك ممكن يقول له طب ما تدانيش هي نفسها التلفة دي، اديني واحدة بدلها سليم، له أن يعدل عن ذلك، يديله واحدة بدلها سليم. ولو أراد اللاقط الرد بالأرش وأراد المالك العدول إلى البدل أجيب اللاقط، اختلف، قال له طب اديني بدلها سليمة، التاني قال له لا هدي لك هي نفسها وهدفع لك تعويض ناقصها، قال لا مش عايز، واختلف. نسمع كلام اللاقط، القاضي يحكم للاقط، واضح؟ فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها، ده فصل بقى إيه متعلق باللقطة برضه. فصل، نقرأ في الهامش، واللقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة على أربعة أضرب، أضرب يعني أنواع، أحدها ما يبقى على الدوام كذهب وفضة، فهذا أي ما سبق من تعريفها سنة، لأنه لا يتحمل تعرفها سنة، وتملكها بعد السنة، حكمه أي حكم ما يبقى على الدوام. والضرب الثاني، النوع الثاني، ما لا يبقى على الدوام كطعام، كالطعام الرطب، فهو أي الملتقط له مخير بين خصلتين. أنت لقيت طعام رطب، حلة محشي مثلا، حلة ملوخية وفيها فرخ مستوية، أسيبها سنة دي ما هتحمى، خلاص أخدها أنا والعيال تتغدى بيها وأعرف قيمتها، لما يذهب صاحبها قيمتها إيه بس وخلصنا، أو أتصدق بيها حد ياكلها واضمن انا قيمتها، ولما يجي صعبه دي قيمتها سهله، انما ما سيبهاش عندي سنه تحمض. ما ينفعش يتصدق بيها لحساب صاحبها؟ لا، هو فرد صاحبها مش عايزها تتصدق، هو عايز بس هي ضاعت منه، فلما لقاها عندك يقول لك ليه تتصدق بيها؟ ده انا افقر الناس، انا اللي فقير ليه؟ واخد بالك؟ اديني تمن، فتدي له تمن، قال لك خلاص خير انك انت تصدقت جزاك الله خير، خلاص برأت، برئت ذمتك. والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فهو اي الملتقط له مخير بين خصلتين، اكله وغرمه، اي غرم قيمته او بيعه وحفظ ثمنه، يعني اما ياكله ويغرمه، يا اما يبيعه ويحفظ ثمنه، يا اما يتصدق به ويضمن ثمنه، ما هو اكله زي الصدقه به بالظبط، واضح؟ يعني التصرف إلى ظهور مالكه. والنوع الثالث ما يبقى بعلاج، في حاجات تلاقيها ما تقدرش تحفظها على صورتها، لكن لابد أنك أنت تتعامل معها معاملة معينة عشان تتحول إلى صورة تحفظ، زي واحد لقى رطب تحوله لتمر، التمر يقعد سنة، واحد لقى عنب حوله لزبيب يقعد سنة، بس لازم عشان اما احول العنب لزبيب هتعامل معاه، هعالجه معالجة معينة، وكذا الرطب عشان احوله الى تمر لازم اعالجه معالجة معينة، ادي بقى نوع من اللقطة يحتاج معالجة، يعني تعامل مخصوص. المعالجة دي قد تكون جهد وقد تكون وقت وقد تكون مال، المهم معالجة وخلاص، واضح؟ والثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه، يعني له يبيعه ويحفظ ثمنه، يقول لك أنا لسه حقلب دماغي بقى وأقعد أحول الرطب لتمر، يبيع الرطب ويحفظ ثمنه، لما يجوا مالكه يقول له، واضح؟ ده أول حاجة، أو تكفيفه وحفظه،
إلى ظهور مالك. واضح؟ والرابع، النوع الرابع، ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. الحيوان يدخل فيه الرقيق كمان، ويدخل فيه الدواب، ويدخل فيه كلب الصيد، مش كده برضو؟ ويدخل فيه الطيور، الدجاج. فالحيوان عايز يأكل ويشرب وينام ويرعى، فده محتاج مؤنة. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان. الحيوان اللي هتلاقيه ده نوعين، أحدها حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. ليه يقول لك صغار السباع؟ لأن كبار السباع كالأسد ما فيش حد بيمتنع منه، أسد يهجم على طول ويأكل. إنما الذئب ما يهجمش إلا على إيه؟ على معزة، إنما يهجمش على جمل، خاف. واضح؟ يبقى إيه؟ في نوع من الحيوان تلاقيه لا يعني لا يستطيع أنه يحمي نفسه من صغار السباع، كغنم وعجل. العجل اللي هو مين؟ ابن البقرة، مش كده برضو؟ زي ما نقول كده اللقحة بنت الجمل، والعجل ابن البقرة. فهو أي ملتقطه مخير. يبقى نوع الحيوان الضعيف ده الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع، أما تلاقاه أنت مخير بين خصال معينة، بين ثلاث أشياء: أكله وغرم ثمن، كويس، أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه، أو تاخده وتتطوع. أنت رجل أصلا بتتاجر في الغنم، ولقيت غنمة تحطها في وسط غنمك بتاكل معاها، مش مكلفك حاجة، مش هتحس بيها، متطوع كده لحد ما يظهر صاحب. أو تركه بلا أكل يعني لا يأكله، والتطوع بالإنفاق عليه، مش بلا أكل للحيوان، بلا أكل لنفسه، ولو تركه وما أكلوش هيموت الحيوان. هنا لو ترك، أو تركه بلا أكل له يعني بحيث لا يأكله هو الحيوان نفسه، والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه، الخصلة الثالثة، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالك. يبقى عرفنا الثلاث خصال، يا إما يأكله ويعرف ثمنه، يا إما ينفق عليه ويتطوع، يا إما يبيعه ويحفظ ثمنه. واضح؟ والثاني حيوان يمتنع بنفسه، حيوان كده ملو هدومه، مش اي حد يقدر يقربه، جمل وماشي في الصحراء، ما لك ولها حتى يأتيها ربها. الرسول قال له كده، قال له اولو كان جملا يا رسول؟ قال ما لك ولها، سيبها حتى يأتيها ربها، تحافظ على نفسك. قال له طب ولو غنمة؟ قال هي لك او لصاحبها او للذئب، فما تسيبهاش للذئب، خد احفظها. حديث في البخاري معروف يعني. والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس، فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك. طب ليه في الصحراء يسيبه؟ لأن الصحراء ما فيهاش ولاد حرام ياخدوها بلطجية، يعني مش هيضيع، هيفضل ماشي لحد ما يجي صاحبه ياخده. إنما لو لقاه في مدينة مزدحمة وفيها حرامية ومجرمين وقلالات الزمم، هيضيع يجروه. يا عم ده سرقوا البلدوزر من ميدان التحرير، مش حصل؟ بلدوزر حفار كبير من أكبر حفارات في العالم، حاجة كده قد الجامع ده، وفي ميدان التحرير وسرقوه، خد بالك. فيعني ولحد دلوقتي مش عارفين مين اللي سرقه إلى يومنا هذا، يوم القيامة إن شاء الله هنعرف. ايه؟ يعني الضمان، حتى الضمان لا للورثه طبعا، يفضل للورثه. ما هو لازم يقول لاولاده برضه، انا لقينا كذا وتملكناه يا جماعه، لو جالكوا اولاد الراجل ده ولا الراجل ده نفسه بعد وفاتي ادوله كذا. هي مسؤوليه يعني، اللقطه دي مسؤوليه طبعا، مش الواحد يعني يقول لك حظي والله ده حاجه جميله، ربنا ما بينساش حد، يروح واخد له لايفه على طول كده لا.
حرام. في ناس بتعمل كده بس حرام. فإن وجده الملتقط في الصحراء اللي هو بيمتنع بنفسه، الحيوان اللي بيمتنع بنفسه، تركه وحرم التقاطه للتملك، فلو أخذه للتملك ضمنه. وإن وجده الملتقط في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، في الحضر يعني في المدينة يعني، والمراد الثلاثة السابقة، يأكله ويغرم تمن، أو يبيعه ويحفظ تمن، أو يربي عنده ويتبرع بتربيته. واضح؟ أدي الثلاثة. والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع. ونقف عند هذا الحد في الهامش، نحاول نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري تعليقا على ما سبق. بيقول: فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. وحاصل ذلك أن اللقطة إن لم تتغير بطول البقاء كالذهب والفضة فهو القسم الأول اللي هو ذكره قبل كده، اللي يعرفها سنة بعد ما ينوي الالتقاط. وحكمه أنه بعد تعريفه يتملكه بشرط الضمان أو يحفظه على الدوام، وإن تغيرت بالتأخير فإن لم تقبل التكفيف بالعلاج كالرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب فهو القسم الثاني. وحكمه أنه يتخير بين تملكه في الحال وأكله أو شربه وغرم بدله من مثل أو قيمة، والحاجة الثانية بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن. واضح؟ ويعرفه ليتملك الثمن المذكور، وإن قبلت التكفيف بالعلاج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزبب فهو القسم الثالث. وحكمه أنه يتخير بين بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن، ويعرفه ليتملك الثمن المذكور كما مر، أو تكفيفه، ده الاختيار الثاني، وحفظه لمالكه، فإن تبرع الملتقط أو غيره بالتكفيف فظاهر، وإلا باع منه ما يساوي مؤنة التكفيف، يعني يبيع جزء منه يجيب تكاليف تكفيفه ويجفف البال بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقل بالبيع وجفف بثمن الجزء الذي باعه الباقي، أو اقترض على المالك ما يجففه به، يعني يجيب تكاليفه سلفة على المالك، لما يظهر المالك ياخد تكاليف التكفيف. وإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان فهو القسم الرابع. وحكمه أنه إن كان لا يمتنع من صغار السباع فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن وجده في المفازة، وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصلة لسهولة البيع في العمران دون المفازة، فقد لا يجد فيها من يشتريه. يبقى أكله دي وغرم ثمنه لو كان في حتة ما يعرفش يبيعه. واضح؟ لأن الصحراء ما فيهاش أسواق. وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصلة لسهولة البيع في العمران دون المفازة، فقد لا يجد فيها يعني في المفازة من يشتريه، ويشق النقل إلى العمران، وبين تركه بلا أكل بل يمسكه عنده ويتطوع بالإنفاق عليه، فإن لم يتطوع فلينفق بإذن الحاكم إن وجده، وإلا أشهد وبين بيعه بثمن مثله. لو مش هيقدر ينفق عليه بقى يبيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن، ويعرفها ثم يتملك الثمن المذكور. وزاد الماوردي خصلة رابعة، وهي أن يتملكه في الحال ويستبقيه للدر والنسل، للدر اللي هو اللبن يعني، والنسل إنه يتكاثر، لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه يعني أكله فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه، قياسا على استباحة تملكه مع استهلاكه، فقال لك خلاص لو أن يستهلكه ولو أن يستبقي ويستفيد به. وإن كان يمتنع من صغار السباع
فإن وجده في الصحراء الآمنة امتنع أخذه للتملك وجاز أخذه للحفظ، فإن كانت غير آمنة بأن كان الزمن زمن نهب زي اللي احنا فيه جاز أخذه للتملك وللحفظ أيضا. وإن وجده في الحضر تخير بين إمساكه والإنفاق عليه وبيعه وحفظ ثمنه، وامتنع أكله كما تقدم لأنه يعرف يبيعه. ويعلم من استقصاء كلام المصنف ولفظ فصل ساقط في بعض النسخ قوله واللقطة، أي بالنظر إلى ما يفعل فيها من النظر إلى ذات الشيء الملتقط. وقوله وفي بعض النسخ وجملة اللقطة، أي وجملة أنواعها. وقوله أربعة أضرب، أي مشتمل على أربعة أضرب من اشتمال الكل على جزئياته، فاندفع بهذا قول المحشي كان الأولى إسقاط لفظة على، ومعنى الأضرب الأنواع وهي جمع ضرب بفتح فسكون وهو النوع، فالضرب والنوع والقسم ألفاظ متقاربة أو متحدة بمعنى واحد. يعني ممكن تقول أربعة أقسام، أربعة أنواع، أربعة أضرب كده. قوله أحدها، أي أحد الأضرب الأربعة، ما يبقى على الدوام أي النسبي، فإن دوام كل شيء بحسبه، وإلا فكل من عليها فان. يعني إيش يبقى الدوام؟ يعني على طول، ما دائم إلا الله، لكن دوام نسبي، يعني اللي بتحمض ولا بتتغير ولا بتحتاج مؤنة لحفظها، هذه معنى زي الذهب والفضة المثال بتاعه، أو سبح قيمة مثلا. ما في سبح قيمة، تلاقي السبحة 8000 جنيه و2000 جنيه، ما دي ما يجراش حاجة تشيلها بره، مش تاخدها بقى كل يوم تسبح فيها في الجامعة وتنساها وتضيع، تضمنها مش كده؟ برضه في ناس بتضيع السبح كتير زي حالاتي كده، ما بيعيش ليه السبح، ما يجراش حاجة، يبقى ساعتها اجيبها على حسابي، انما لو لقيت سبحة احفظها في البيت عندي ما استعملهاش. ليه؟ لان انا ما بيعيش ليه السبح، عارف نفسي. واضح؟ صحيح. طب بالنسبه لو اكتر من شخص لقى الحاله دي، الاحكام بتبقى هي ايه؟ بيوكلوا واحد منهم يقوم بالواجبات دي كلها، ويبقى الضمان على الكل، يا اما واحد الباقيين يتنازلوا ليه ويقولوا له اتصرف انت فيها، فان لم تجد مالكها فتملك انت. يا اما يشتركوا فيها ويوكلوا واحد يقوم بالوظيفه دي، ويبقى الضمان شركه بينهم. واضح؟ كأنهم فرد واحد. وقولك ذهب وفضة، أي وغيرهما مما لا يسرع إليه الفساد ولا يحتاج إلى نفقة كالثياب والحديد ونحو ذلك. قول فهذا أي الذي ذكره في قوله ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة، إلى أن قال ثم إن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، ولذلك قال الشارح أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة. وقول حكمه أي هذا الضرب، ولذلك قال الشارح أي حكم ما يبقى على الدوام. ولا يخفى أن قول وتملكها بعد السنة مخصوص بما إذا أراد التملك، فلا ينافي أن له أن يحفظها على الدوام، فهو مخير بين تملكها وحفظها بعد التعريف كما يعلم مما مر. والضرب الثاني كان الأنسب وثانيها، لأنه هو الأحدها يبقى يقول ثانيها. وقول ما لا يبقى على الدوام أي بل يفسد بالتأخير ولا يبقى بعلاج ولا يمكن تكفيفه أخذا مما بعده. وقولك الطعام الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وذلك كالرطب الذي لا يتتمر، والعنب الذي لا يتزبب، وكالبقول وهي الخضروات. قول فهو أي إذا أردت بيان حكمه فهو إلى آخره. والضمير عائد إلى معلوم من السياق كما أشار إليه الشارح بقوله فهو أي الملتقط، هو هنا يتعود على الملتقط. وقول له أي لا أي لما لا يبقى على الدوام. وقول مخير بين خصلتين أي بحسب المصلحة للمالك لا بحسب التشهي. ولا يخفى ما في قول المحشي ويقدم التكفيف على البيع والأكل إن تساووا في المصلحة، لأن الكلام فيما لا يمكن تكفيفه ولا يبقى بعلاج كما هو ظاهر. قول أكله
أي بعد تملكه في الحال. وقول وغرمه أي غرم بدله من مثل في المثلي أو قيمة في المتقوم. ولذلك قال الشيخ الخطيب أي غرم بدله من مثل أو قيمة. وقول الشارح أي غرم قيمته فيه قصور. وقوله ليه قيمته؟ لأن ما جابش سيرة المثلي، هذه في قصور يعني نقصها. وقوله أو بيعه كان الأولى أن يقول وبيعه، لأن أو لا تقع بين بين، ضرورة أن بين لا تضاف إلا لشيئين. طب لما تقول بين كذا وكذا، مش تقول بين كذا أو كذا، طالما جبت حاجة بعد بين تبقى إيه؟ بالعطف. ده من حيث اللغة، عشان كده ما كانش بيقول لك طالما حطها بين ما كانش حقه يقول أو. واضح؟ ضرورة أن بين لا تضاف إلا لشيئين، فالتعبير بأو بعد بين وإن جرى على الألسنة غير صحيح، والصواب الواو، اللهم إلا أن تجعل أو بمعنى الواو، والمراد بيعه بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقل ببيعه. وقول وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، أي ثم يعرفه ليتملك الثمن. قول والثالث أي والضرب الثالث، إنما لم يقل ذلك لعلمه من نظيره السابق. وقول ما يبقى بعلاج أي ما يبقى على الدوام لكن بعلاج بكسر العين المهملة، أي معالجة كالتجفيف. وقول كالرطب بضم الراء وفتح الطاء أي الذي يتتمر، وكالعنب الذي يتزبب. قول فيفعل ما فيه المصلحة أي فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة للمالك في رأي القاضي وجوبا. وقول من بيعه إلى آخر بيان ما فيه المصلحة. وقول وحفظ ثمنه أي ظهور مالكه، أي إلى ظهور مالكه ويعرفه ثم يتملك إن أراد التملك. وقول أو تكفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه، ثم إن تبرع الملتقط أو غيره بالتكفيف فظاهر، وإلا باع جزءا منه بإذن الحاكم لتكفيف باقيه، أو اقترض على المالك ما يجففه به. واضح الكلام الفهم. قوله هو الرابع أي والضرب الرابع، ولم يصرح بذلك لعلمه من سابقه. وقول ما يحتاج إلى نفقة، فإن تبرع الملتقط أو غيره بالإنفاق عليه فذلك ظاهر يعني جائز، وإن أراد الرجوع أنفق بإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد. قولك الحيوان ومنه الآدمي، فيصح لقط رقيق صغير غير مميز أو زمن نهب بخلاف زمن الأمن. في زمن الأمن ما يلتقطش الرقيق، لأن الرقيق بيعرف يتكلم هيسأل عن صاحبه يضل، إنما في زمن نهب يخاف يتخطف، ياخده بقى ويحفظه عنده. واضح؟ رقيق صغير غير مميز، لما يبقى اللقيط غير مميز اللقيط ياخده، لكن لو كان مميز ما ياخدوش الا في زمن النهب بس. المميز ياخده في زمن النهب لانه ممكن يتخطف يتغلب، انما غير المميز ياخده في اي زمن لانه مش هيعرف يسال عن صحابه مين. واضح؟ او زمن نهب بخلاف زمن الامن فلا يلتقط فيه المميز، اي لك اهو، لأنه يستدل بالسؤال فيه على سيده فيصل إليه. نعم لا يحل لقط أمة تحل له للتملك، لأن تملك اللقطة كالاقتراض، يعني ما ينفعش بقى يلتقط أمة أنثى يعني وينوي تملكها فيستمتع ببضعها، واخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن بيقاس على الاقتراض، فلا يجوز اقتراض الأمة للاستمتاع ببضعها، لكن ممكن اقتراض الأمة للخدمة ولكن ليس للاستمتاع بالبضع. واضح؟ لأن لا يجوز إعارة الأمة للوطء، نهى النبي عن ذلك. نعم لا يحل لقط أمة تحل له للتملك، لأن تملك اللقطة كالاقتراض، وهو لا يجوز في الأمة التي تحل لأنه يشبه إعارة الأمة للوطء، بخلاف التقاط الأمة التي لا تحل كمجوسية. لو واحد عنده أمة مجوسية لا يحل أن يستمتع ببضعه، ما يستمتعش ببضعه إلا الأمة المسلمة أو الأمة الكتابية. واضح؟ لكن لو عنده أمة هندوسية مجوسية مش
تخدمه بس لكن ما يقرب لهاش. واضح؟ حتى ما احنا بنتكلم الأمانة ملك اليمين، حتى لو ملكه يمين أيوه، لازم تبقى كتابية أو مسلمة عشان يستمتع بها، أو ما ملكت أيمانكم. إنما ممكن يملك إيمانه يا أما غير مسلمة أو كتابية، لكن لا يستمتع بإيه؟ ببضعها، لكن يستمتع بثمنها يبيعها أو يستمتع بخدمتها، تخدمه وتغسل له هدومه وتطبخ له وكل حاجة. ها؟ على إن البضع المرأة لا يحل إلا إن كانت بالزواج قياسا على الزواج. المسلم لا يتزوج إلا كتابية أو مسلمة. حتى لو جارية خلاص. ملك اليمين في التمتع بالبضع بيقاس على ما يحل الزواج به. واضح؟ بخلاف التقاط الأمة التي لا تحل الاستمتاع بها يعني. كمجوسية ومحرم. التقت أمة وطلعت أخته من الرضاع. يلتقطها دي. واخد بالك؟ يلتقطها لان هي كده كده بالمحرميه لا يستطيع ان يستمتع بها بسبب المحرميه. واضح؟ وبخلاف التقاطها للحفظ، يعني يجوز التقاطها بالحفظ، وينفق على الرقيق مده الحفظ من كسبه، يعني من كسب الرقيق. الواد الرقيق ده انا خدته خلاص محافظ عليه لحد ما يجي صاحب الرقيق ده بيشتغل، يبقى ينفق على نفسه من كسب مش من كسبا. واضح؟ من كسبه، فإن فضل منه شيء، طب فضل من كسب الرقيق ده شيء يشيله يحوشه لحد ما يجي المالك ياخد الرقيق ومكسبه. واضح؟ فإن فضل منه شيء فهو للمالك، فإن لم يكن له كسب، افرض ما يعرفش يتكسب، أنفق عليه بإذن الحاكم، يعني يعرف الحاكم إن أنا هنفق عليه في الشهر 1000 جنيه، جاء صاحبه ياخده بعد 10 شهور يبقى ياخده ويديني 10,000 جنيه. واضح؟ فإن لم يجده أشهد، لم يجد الحاكم يشهد جيران وإن أنا بنفق عليه في الشهر أهو 1000 جنيه جيران. إن لم يتبرع بالإنفاق عليه أحد، وإلا فالأمر ظاهر، لو حد تبرع ينفق عليه خلاص مفيش مشكلة. وإذا بيع ثم ظهر مالكه وقال كنت أعتقته قبل قوله وتبين فساد البيع، يعني افرض ان هو لقى رقيق فتملكه بعد ما ايه، بعد ما عرف مجال صاحبه، فراح هو باعه خد ثمنه، جاء مالك وقال له ده انا اعتقته، كنت اعتقته اصلا، واخد بالك، فظهر فساد البيع. ففي الحاله دي هيدي له برضه ايه، يعني هيرجع الثمن للي باعه ويخلي الرقيق حر. فهمت بقى ازاي؟ لان يبقى ده عقد بيع باطل لانه باع حرا. واضح؟ قوله وهو اي ما يحتاج الى نفقه، وقوله ضربان اي نوعان، قوله احدهما اي هذا احد الضربين، وقوله حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع اي لا يقوى بنفسه على الامتناع من صغار السباع كذئب ونمر وفهد، وانما قيد بصغار السباع لان كبار السباع لا يمتنع منها شيء وذلك كالأسد، وقولك غنم وعجل هو الصغير من ولد البقر، ومثله الفصيل، الفصيل وهو ولد الناقة حين يفصل عنها، والكبير من الإبل والخيل ونحو ذلك مما يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس. قوله فهو أي إذا أردت بيان حكم فهو إلى آخره، والضمير عائد على معلوم من السياق، فلذلك قال الشارح أي ملتقطه، وقول مخير أي بحسب المصلحة للملك لا بحسب التشاهي كما مر، وقول بين 3 أشياء زاد الماوردي شيئا رابعا وهو أن يتملكه في الحال ليستبقيه للدر والنسل، قال لأنه لما استباح تملكي مع استهلاكي فأولى أن يستبيح تملكي مع استبقائي، ويجوز لقطه للتملك وللحفظ زمن أمن أو نهب من مفازة أو عمران. نعم يمتنع الأكل إن لقطه في العمران لسهولة بيعه فيه بخلافه في المفازة كما مر. قول أكله
أي بعد تملكه في الحال فلا يجوز أكله قبل التملك، وكما قد يتوهم من ظاهر المتن ويفعله بعض الجهلة. ولا يخفى ما في قول المحشي بعد تملكه وتعريف سنة، لأنه مخالف لما في المنهج وغيره من أن التملك والأكل في الحال نعم محله فيما إذا التقطه في المفازة اللي هو يأكله، فإنه يمتنع الأكل إن لقطه في العمران لسهولة بيعه كما علمت، وهذا كله في الحيوان المأكول. أما غير المأكول فليس، ما ينفعش يأكله بقى، فليس فيه إلا الخصلتان الأخيرتان، وهما التطوع بالإنفاق عليه عند إمساكه وبيعه وحفظ ثمنه. قول وغرم ثمنه، لو قال وغرم قيمته لكان أولى، لأن الثمن هو ما وقع عليه البيع، ولا بيع هنا لأن الفرد أنه تملكه وأكله. قول أو تركه بلا أكل، أو تركه بلا أكل أي إمساكه عنده. وقول والتطوع بالإنفاق عليه أي إنشاء التطوع، ولا وإلا أنفق بإذن الحاكم إن وجده، وإلا أشهد كما مر. قول أو بيعه أي بثمن مثله. وقول وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، ويعرف الحيوان بعد بيعه سنة ثم يتملك الثمن، ولا يعرف الثمن كما هو ظاهر. قول والثاني أي والضرب الثاني من ضربي ما يحتاج إلى نفقة هو الحيوان. قول حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع، إما بقوته كالإبل والخيل والبغال والحمير، وهذا ما أشار إليه الشارح بقولك بعير وفرس، أو بعدوه كالأرنب والضباء المملوكة بأن وجد فيها علامة الملك، أو بطيرانه كالحمام. قول فإن وجده الملتقط في الصحراء أي الآمنة، فإن لم تكن أمنة جاز لقطه للتملك كما يجوز لقطه للحفظ، لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه. والحاصل أنه يجوز لقطه للحفظ مطلقا وللتملك إلا في مفازة آمنة، فيمتنع لقط ما يمتنع بنفسه من صغار السباع للتملك. قوله تركه هو بلفظ الفعل الماضي، تركه بلفظ الفعل الماضي جواب إن في قول فإن وجده وقوله وحرم التقاطه للتملك، لأنه مصون بالامتناع من صغار السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه، ولأن طرق الناس في الصحراء لا يعم فلا تمتد إليه أيدي الخونة، وخرج بقيد التملك أخذه للحفظ، فيجوز لئلا يضيع بأخذ خائن له. قول فلو أخذه للتملك ضمينه، ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه. قول وإن وجده الملتقط في الحضر، كان وجده ببلدة أو قرية، فهو مخير أي ويجوز لقطه حينئذ، ولو للتملك زمن أمن أو زمن نهب، وإنما جاز لقطه في الحضر للتملك مع الأمن بخلاف الصحراء الآمنة، لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه في الحضر دون الصحراء، لأن طرق الناس بها نادر. وقول بين الأشياء الثلاثة أي مجموعها، لأن الخصلة الأولى لا تتأتى هنا لامتناع أكله في الحضر كما علمت، فقول الشارح والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع بيان للمراد بحسب الظاهر، وإلا فالمراد مجموعها أي بعضها، وهو الخصلتان الأخيرتان، فهما مسايرة لظاهر المتن. وكذلك قول المحشي على قول الشارح، والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع، وهو أنه مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه أو بيع وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، فهو بيان للثلاثة السابقة فيما لا يمتنع، وليس مراد أنه مراد هنا لنصه قبل ذلك على أن الخصلة الأولى لا تتأتى هنا. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام اللقيط، وهو صبي منبوذ. اللقيط اللي هو ابن الشارع، هنعرف بقى أحكامه إيه المرة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين القادم. ونذكركم أن درس البخاري في الأزهر يوم الخميس بعد العشاء، ويوم السبت قبل الظهر بساعة ونصف. يعني بقى درس البخاري في الأزهر يومان في الأسبوع، الخميس والسبت، الخميس بعد العشاء والسبت قبل الظهر بساعة ونصف. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا،
وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكري الغافلون. وجزاكم الله خيرا. تعرف تقفل دي؟ تعرف تقفلها؟ ولازم تسيفها. استنى تعالى يا لقمان، لقمان هو الخبير فيه، لازم هنا والدوس تسيف. سيفت؟ كله تمام؟ هو تعمل كون عملت جريمة ده تعرفه؟ ده هو ده بيسيف كمان.